شكوى أخرى وهذه المرة من مدينة كربلاء على قطاع جنوبي للمحافظة. قطاع الكهرباء هناك يعاني المواطنون منه بسبب انقطاعه المستمر. هذه المناطق وإحداها تعاني من انقطاع الكهرباء بسبب خلل منذ أسبوع رغم تقديم شكاوى، لكن لم يخرج أحد لإصلاح الخلل إلا بدفع مبالغ مالية بحسب قول المواطن، أي رشوة. دعونا نشاهد. أريا كربلاء وهاي العالم صار لها أسبوع بدون كهرباء، ذن سياراتهم وما يطلعون إذا مو فلوس، ذن العجلات مالتهم وهاي الدارة ما يطلعون إذا مو فلوس، حاطينهم اثنين هناك قاعدين. وهذا القطاع الجنوبي، وأريد نشوف محافظ كربلاء واقف هنا. هاي الدارة كم واحد بيها؟ فارغة انت ما بيها ولا واحد مو؟ جابوا هاي الدارة اللي بكربلاء وهذا يشوفون هاي ما بيها ولا واحد. وأريد نشوف هسه دار المحافظ خليجي، وهسه احنا رايحين المحافظة وهذا التصوير بين سياراتهم هنا وما يطلعون من البارحة. جينا مو البارحة وصار لهم أسبوع. هذين عجلات، هذين نشوف عجلاتهم نايمين ببيوتهم بين السالفة ما يطلع إلا ما يأخذ له 25-20، وهاي نصف المنطقة ما بيها كهرباء. وهاي السلام عليكم. الله يسعدك. صلاة مقبولة. شو وقت طلعوا؟ من البيوت طافي. عطل مسجل. شو وقت طلعوا؟ من السيارات العليا. يعني السيارات؟ شو وقت السيارات؟ هاي العالم ترى صار أسبوع يعني شنو ما كهرباء؟